نبدا رادار من ازمه اوكرانيا. فقد قال وزير الماليه الالماني كريستيان ليندنر ان بلاده تعيش حاله حرب طاقه مع روسيا، وتعهد بان برلين سترد بكل قوتها الاقتصاديه. ياتي هذا فيما اعلن وزير الاقتصاد روبرت هابيك ان حكومه برلين قررت تخصيص 200 مليار يورو لتحديد سقف لاسعار الطاقه. وقال هابيك ان ازمه الطاقه التي تواجهها في اوروبا قد تتحول الى خطر ازمه اقتصاديه واجتماعيه. وفي روسيا اعتبر الكرملين حادث نورد ستريم في بحر البلطيق عملا إرهابيا نفذته دولة أجنبية، وطالب المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بإجراء تحقيق عاجل لمعرفة المتورطين في هذا الحادث. طبيعة الحدث غير المسبوقة تشير إلى أنه عمل إرهابي ربما على مستوى حكومي. من الصعب جدا تخيل أنه يمكن أن يقع عمل إرهابي كهذا دون تورط دولة ما. هذا وضع خطير جدا يتطلب تحقيقا عاجلا. من جانبه أكد حلف شمال الأطلسي أن أي هجوم متعمد ضد البنية التحتية لدول الحلف ستواجه برد صارم وموحد. وندد حلف الناتو بما وصفها أعمال تخريب متعمدة ومتهورة في خطي أنابيب غاز نورد ستريم ببحر البلطيق، مشيرا إلى أنه سيدافع عن نفسه ضد أي هجمات على منشآت حيوية أو بنية تحتية. وكان خفر وسواحل السويدي قد رصد تسربا رابعا للغاز من خط أنابيب نورد ستريم المتضرر في بحر البلطيق. وأفادت المتحدثة باسم خفر السواحل جيني لارسن في لقاء صحفي أن اثنين من مواضع التسرب الأربعة يقعان في المنطقة الاقتصادية الخالصة للسويد، أما الآخران يقعان في المنطقة الاقتصادية الخالصة للدنمارك. من موسكو مراسلتنا أريج محمد. أريج أهلا بك. يعني تتصاعد المواقف سواء من الجانب الروسي والجانب الأوروبي، كيف تتابع روسيا هذا الملف والخطوات التي سيتم اتخاذها؟ مروج، موسكو تتابع هذه المواقف بإطارها المعهود لمتابعتها لمثل هذه المواقف التي تتهم روسيا في كل صغيرة وكبيرة. كما تعتبر موسكو المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروف في معرض تعليقها على ما حدث لمشروع نورد ستريم بشقيه نورد ستريم 1 و 2، طبعا كانت وجهت كل الاتهامات إلى الجانب الأمريكي أو جلها فيما يتعلق بالرد على اتهامات الغرب الموجهة لموسكو في هذا الخصوص. لفتت إلى أن المناورات العسكرية التابعة لحلف شمال الأطلسي التي أجريت في ذات المنطقة من بحر البلطيق أو قريبا منها في شهر يوليو الماضي كانت قد استخدمت معدات وآليات عسكرية كما تقول، وجرت هذه التدريبات من خلال استخدام أدوات يمكن من خلالها ويشك من خلالها ما يفهم من هذا الكلام الجانب الروسي على أن يكون قد تم اللجوء إليها واستخدامها في طبعا القيام بمثل هذه الأضرار، أحداث مثل هذه الأضرار بالمشروعين المذكورين ما أدى إلى تسريب الغاز المذكور. أيضا تحدثت عن أن موسكو مهتمة طبعا بإيجاد المسؤول عما حدث، وهي مهتمة بإجراء تحقيق شفاف رغم أنها ثقتها بأي تحقيقات دولية شفافة تتراجع أكثر فأكثر على خلفية التصعيد الحاصل في أوكرانيا. طبعا نلحظ من خلال هذه التصريحات ربطا وثيقا بما يحدث حيال هذا المشروع ومواقف الغرب حيال التصعيد الروسي في أوكرانيا وحيال استمرار عملياتها العسكرية وحيال طبعا الاستفتاءات التي أيدتها ورحبت بها موسكو في المناطق الأوكرانية الأربع. نعم، لكن بالمجمل الخارجية الروسية اليوم في آخر مواقفها والكرملين طبعا وضع الكرة فيما يتعلق بالاتهامات الروسية في الملعب الغربي، واعتبر أن روسيا غير مسؤولة عما حدث من باب أن ليس لها مصلحة فيما حدث، لأنها تجني أو كانت ستجني من كل هذه المشاريع ومشاريع مشابهة أرباحا تجارية واقتصادية كبيرة، فكان عليها أو حري بها كان عليها المحافظة على مثل هذه المشاريع. لكن طبعا كل ما حدث بعد 24 من فبراير حال دون ذلك. شكرا جزيلا لك مراسلتنا من موسكو أريج محمد.